هلا شو عندي انا هون؟ عندي تمر مجدول. شو عملت؟ نقعته بشويه مي. هلا بدي اعصر كميه المي منه. ليه نقعناه بمي؟ عشان بدنا اياه يطرى شوي، ورح ننقله على الصحن اللي بدنا نخلط فيه، او بنقدر بكل بساطه نحطه بالخلاط البلندر ونخلط كل شيء مع بعض. اوكي، هينا عم نعصره. فوالا. اوكي، هاي المي ايش بصير فيها؟ هاي بتقدر تعمل فيها سموذي، بتقدر تعمل فيها هاي اوعى تكبوها بس. طبعا طبعا. اوكي، هلا شو بنعمل؟ رح نزيد حليب جوز الهند. حليب الجوز الهند اللي انا بنصح نستخدمه اللي بيجي على شكل معلبات، بيجي كثيف، اللي هو عاده بنستخدمه احنا للطبخ، كثير طيب بيطلع مع الكراميل وبيعطينا دسامه. اوكي، فرح ننزل بحليب جوز الهند. يا بنزيد من المي يا بنزيد اكثر حليب جوز الهند. انا هلا هون عندي المي، انا مع المي عشان حاب حاسه هيك حلوة. طعمها هيك زي العسل بيكون. بالضبط. هلا هذا الكراميل اللي احنا اليوم شاركناكم وصفته يستخدم كبديل للكراميل العادي. بدنا ناكل ابل باي مثلا، بدنا نحطه على اي نوع من انواع الحلويات الديزرت، لس اي شيك، اي شيء، اي شيء، كل شيء فوق مثلا شويه بنزيدها على القهوه، كثير ممتازه. بس انا اليوم راح اشارككم الطريقه اللي انا بحب اكلها فيها مع التفاح الاخضر، كثير طيبه والله. فكيف بنقطع؟ بنقطع اول شيء، ولا عليك امر، تعطيني بس معلقه. هاي ايش عملت؟ انا قطعتها حطيتها بمي وفيها نص ليمونه، عصره نص ليمونه بس عشان نحافظ على لون التفاح ما يأكسد معنا. انا كيف بحب اكلها؟ بكل بساطه هيك زي الفرايز، بدلع حالي زي الفرايز، بحطها هيك بالكراميل وبناكلها.